شيخنا السؤال الأخ أبو خميس يقول أن أختي جرح لسانها يعني فاغتمت لذلك كثيرا، وتقول ربما يكون هذه عقوبة لي أني مثلا تحدثت في شيء أو أخطأت أو أذنبت بلساني، مع أنه يقول أنها امرأة صالحة، ونحن قلنا أن هذا ليس له علاقة بالعقوبة. ما توجيهكم؟ بالنسبة للعقوبات فإنها لها أسباب، فمن أسبابها الآثام والمعاصي، ومن أسبابها أيضا الابتلاء، وقد يجتمع الأمران ابتلاء وذنب، فتأتي العقوبات على ضوء ذلك. ولو كان كل من جرح بلسانه فإنه من نتاج ذنبه لما تكلم الناس وجرحت ألسنتهم، لأن الذنوب المتعلقة باللسان لا يكاد يسلم منها أحد. وأنا أنصحها وأنصح من يسمع كلامي أن يتجنبوا وساوس الشيطان الذي يوائسهم من روح الله ومن رحمته، وأن المؤمن يفزع إلى ربه تائبا مذنبا منيبا أوابا إليه مما وقع منه من ذنب، وأن لا يجعل جميع المصائب متعلقة بالذنوب، وإنما منها ما هو من الذنوب، ومنها ما هو من قضاء الله وقدره ليبتلي عبده. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون الكمل أصيبوا بالبلاء، فلا يقال إن هذا من الذنب، لأن الله غفر لنبينا ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.